وفي الضفة الغربية المحتلة نظمت وقفات إسنادية نصرة لأهالي قطاع غزة وللمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ورفع المشاركون صور عشرات المعتقلين ونددوا بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها في قطاع غزة، حيث خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وبحملة التنكيل الواسعة التي تشهدها سجون الاحتلال والتي أدت إلى استشهاد 10 معتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي. يعني هو طفح الكير أمام الجرائم الإسرائيلية، أمام هذه الإبادة الدموية تجاه شعبنا في قطاع غزة، في ظل صمت العالم وعدم ردع هذه الحكومة العصابة التي ترتكب المجازر تلو المجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.